كيف نخلق توازن؟ يعني على قولتهم كيف نشد ونرخي بنفس الوقت مع أطفالنا في هذا الزمن؟ كي أنا من قريب تعلمت إن يعني أنا كنت ستريكت قوي مع بنتي أكتر من الصبيان، لأنها كانت أول بنت ليا وكنت صغيرة في السن ومتخيلة إن الصح صح وكل حاجة بنظام قوي وغلاسة وفي عقاب وفي نوتي كورنر، وكنت سخيفة يعني بعتذر لها طول الوقت عن سخافتي. بس بعد كده تعلمت إن هي ما اسمهاش عقاب، هي اسمها عواقب. صح. هي اسمها عواقب اللي انت بتعمليه أو اللي انت بتعمله هيبقى كذا. لازم طول الوقت تحاولي تفكريهم بالعواقب مش العقاب. فتعلمت ده مؤخرا. أكيد كلنا كأهالي بنغصب عننا أعصابنا بتفلت. أنا لغاية دلوقتي ساعات ألاقي نفسي بس يعني فجأة حقيقي، لأن إحنا بني أدمين برضو. صح. أنا نعصب بس برجع أعتذر لهم. ممكن أزيح دي؟ طبعا يا حبيبتي. مهتراني شخصيا أنا كندا أولادي أنا صغار، بس أظني عشان كثير أسافر وأتركهم، فلما أرجع البيت بس أعطي حب وحنان وألعاب وهدايا، ما في ديسبلين. لاحظت أنه ذاك اليوم أمي قالت لي بالك شوية تشدي. قلت لها ماما أنت you're so harsh، ولدي عمره 5 والثاني سنة ونص. تقولي لازم من بدري تحطي قوانين قواعد. لاحظت هذا الصيف بعد شهرين 24 ساعة معاهم أنه فعلا أنه أنا سبب الدلع الزايد. أكيد. أنا سبب كل هذه الأشياء، sleeping late وكل هذه الأمور. شوية صرت دحين أعمل عواقب للتصرف. بالضبط. دي حاجه جديده بالنسبه لي وصعبه، لانه انا قلبي حساس، وانا قلبي بيبقى بيتقطع اصلا، وانا بقول لو عملت كذا هتبقى العواقب وابتدي قلبي يترعش. انا عندي مشكله تانية، انه حاسه شكل الاحترام اتغير. يعني احنا زمان كان اهلينا يبصوا بس بصه كده. انا مامتي كانت تبرق لي فاترعش. انا الين اليوم بيتكلم معايا اللي هو بوزيتيف بارنتنج، ولازم اسمعك واتاسف لما انا اغلط. دلوقتي حاسه ان هم بقوا بيكلمونا كأننا يعني ند بالند. أصحاب ابني مثلا يقولوا لي نادوني باسمي، عندهم كده طريقة. فأنت حاسة إن إحنا لأن البوزيتيف بارنتنج ناس كتير بتفهمه بطريقة غلط. هي بتفهمه إن أنت تبجح معايا وتبقى زي زيك. مش كده. البوزيتيف معناه إن أنت بتديله ثقة في نفسه، بتديله يبقى عارف هو واثق من نفسه قد إيه، هيتعامل مع الناس دي إزاي، تكبري الحاجة الكويسة جواه وتنميها. هو ده البوزيتيف، مش إنك تدلعيه وتعلميه عدم. أنا عندي عيالي إذا قلت 1 2 مستحيل أوصل لرقم 3، لازم يكون الشيء اللي أنا أبغيه رح يكون متنفذ. يعني ما شاء الله. برافو. انت كفي كذا ام هتحسدك دلوقتي مش احنا بس. لا ما فهمتي. انا يعني انا انسانه تربيه بيئه محافظه وبيئه بدويه، فاخذت كثير من تربايه امي وابوي لي انا، واسقطتها في تربايتي على عيالي، ولكن ما اسقطت الجميع، لانه في اشياء انا مثلا ما حبيتها. انا كنت اتمنى لو كنت انا صديقه امي، انا كنت صديقه ابوي. فعشان كذا قررت اني لازم اكون صديقه بنتي وصديقه ابني، وانا لازم اكون صديقتهم، لازم انا اسمع السيء قبل الحسن منهم. صح طبعاً. وهذا الشيء انا اشدد على للامهات، انه كونوا اصدقاء اولادكم من هذا العمر طبعاً. عشان ما تفتحوا لهم مجال لحد برا ثاني يتدخل بحياتهم يودي مكان. أو لما هم أنا صديقة لولدي بشكل ما تتخيلون، لدرجة مو بس أنا اللي عاقبه هو يعاقبني. لا بس أنتي بتصدقي في الموضوع ده إن أنا ما بصدقش فيه. يعني في فرق بين إن إحنا نكون أصدقاء عيالنا، لكن أنا بصدق إنه لا صعب. هي صداقة لا، هو مهم إن أنتي تبقي صديقته، لأن أي حاجة وحشة هتحصل له هو لازم يحس إن في سند لي. أيوة. وسند هيتقبله بأي وضع وبأي شكل. إذا الطفل ما حسش بكده فهو مش حاسس بأمان ومش هيقدر. أنا مش دكتورة طبعاً، بس أنا بقول بناء على تجربتي، يعني مش هيقدر يجي يقولك، مش هيقدر يبوح بحاجة خطر أو غلط حصلت. شفت فجأة صورة جوزي. الله يحفظ لكم يا ربي.